فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لبس الخفين وفي نيته أنه لا يمسح عليهما إلا في صلاة الظهر فقط عند وضوءه لصلاة الظهر، وإذا عاد إلى المنزل فسينزعهما، هل يجوز له ذلك أم لا بد من استكمال المدة؟ لا بد من استكمال المدة. لا، هو بالخير، إن شاء خلعهما وغسل، وإن شاء أبقاهما. لا، هو بالخير حسب الحاجة، إذا كان يحتاج إلى خلعهما يخلعهما، كان يحتاج إلى بقائهما يبقيهما. قلنا لكم ما يتكلف غير الحالة التي هو عليها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.